أرى لك الآية عبرانيين 3:1-3 يقول إيه؟ من ثم أيها الإخوة القديسون، شركاء الدعوة السماوية. أيوة بولس عايز إيه؟ قال لك لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع. أول عمل مطلوب مننا تجاه رئيس الكهنة بتاعنا أهو، لاحظوا إيه؟ رسول اعترافنا ورئيس كهنته. كلمة لاحظوا يعني بص بتركيز، بص بفحص، بص بتدقيق، بص بشغف، بص باهتمام، ركز قوي في مين؟ في رسول اعترافنا ورئيس كهنته. لاحظوا رسول اعترافنا. يبقى كل أحبائي ما نقعد نشخص للمسيح نتكلم عنه نبص له، احنا بننفذ آية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته يسوع. ندي له اهتمام، ندي وقت، ندي قعدة معاه، ننظر. عارف لما الواحد بيبص على كده ببحلقه، ما تبحلق فيه. لاحظوا رسول اعترافنا، هو ده رئيس الكهنة بتاعنا، اللي يعني على الأقل أدينا طلعنا بدرس النهاردة من حياته، وهو بص للمسيح كتير. عارف لما طلعوا على جبل التجلي يقول لم يروا إلا يسوع وحده. صدقوني يا أحبائي، منتهى الفرح، منتهى الشبع، منتهى النمو الروحي، إن ما تشوفش غير المسيح، فيش غيره. هو الراعي، وهو المعلم، وهو النور، وهو المرشد، وهو المشبع، وهو الرفيق، وهو الصديق، هو الحكمة ذاتها، هو كل احتياج الإنسان. محتاجين أحبائي ندي وقت للمسيح، محتاجين ندي وقت للمسيح، نتأمل كثيرا في المسيح رئيس كهنتنا الذي له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.